السلام عليكم ورحمة الله. فيجن كوكيز تحفة وبسيط ومكوناته بسيطة جدا وطعمه وهمي. يلا نعمل مع بعض أحلى فيجن أو نباتي أو صيامي كوكيز في الدنيا وكل المستويات تقدر تعمله، مش بيكلف كتير إن شاء الله. نقول بسم الله 200 جرام زبدة نباتي، وانا عامل على القناة ازاي تعمل الزبدة النباتي، 100 جرام سكر بودرة، وهندعكهم في بعض لما يطرى. طبعا الزبدة تكون برة التلاجة، يبقى تستخدم اي زبدة نباتي انت تثق فيها او تستخدم اللي انا عاملها على القناة وانا متأكد ان هي صحية اكتر من اللي بنشتريها من برة. زي ما انتم شايفين نبدأ ندعك فيها لحد ما تطرى خالص، وبعد كده هنضيف 5 جرام بيكنج باودر و5 جرام فانيلا، وهم دولت ادي البيكنج باودر 5 جرام وادي الفانيلا ربع المعلقة في حدود يعني 3-4 جرام او اي نوع فانيليا، والفانيلا الاسانس بتبقى جميلة جدا جدا في المعجنات. زي ما انت شفتوا بايدينا كده وبسرعة بسرعة، طبعا مسرع الفيديو لحد ما الكريمة تبقى طرية. بعد كده حط الدقيق بتاعي وعجنه بايديا، وبعد كده هحط 50 جرام حليب جوز الهند. يبقى اقدر احط حليب جوز الهند او حليب اللوز او حليب الشوفان او اي نوع حليب. انا عامل 5 انواع حليب فيجن على القناة، وهسيب لك اللينك في رابط الوصف او اكتب احمد عبد السلام يومنس حليب فيجن. زي ما انتم شايفين مجرد ما بحط الحليب هتبقى عجينة جميلة جدا ومفيدة، وجوز الهند كمان حليب جوز الهند بيدي تيست حلو قوي 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 للعجينة. زي ما انتم شايفين بقت عجينة اهي. هخدم بقى العجينة على الرخامة وانضف بيها بقية البواقي اللي وقعت مني، وبعد كده هحطها في التلاجة لمدة 2 ساعة. اقدر اشتغل منها ترتلت، اقدر اشتغل منها سابليه، اقدر اشتغل منها كل العجاين اللي بتعملها بالسابليدو بتاعت اللي فيها البيض العادي. بعد كده انا هاخد حته بس منها نصها وهعملها رول زي ما انتم شايفين كده اهوت زي الدايموند كوكيز، وهجيب سكر وارشه عليها والفها زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. ادي السكر ولفها رول اما اتاكد ان السكر الخشن لف العجينه كلها، وبعد كده هحطها في الثلاجه او في الفريزر لمده 1 ساعة. لفها وحافظ على الشكل الدائري على قد ما تقدر. بعد كده احطها في الفريزر، بعد 1 ساعة من الفريزر بتبقى جامدة. بقطعها سلايز السمك اللي انت عاوزه والارتفاع اللي انت عاوزه، وتقدر تعمل رول اكبر من كده او اصغر من كده حسب ما بتحبه وحسب ما زباينك بتحب. وتقدر تحط صباعك في النص كده تضغط ضغطة خفيفة وتحط مربة مشمش، مربة فراولة، مربة برتقال، اي نوع مربى انتوا بتحبوه هيطلع معاكم في منتهى الجمال والدلال. بكمل بقية العجينة واكون مسخن الفرن عندي على 175 درجة مئوية، وبعد كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الفرنة بتاعتي بتكون سخنة الاول، بسخنها 5 دقايق الاول وبعد كده ادخلها الفرنة بتاعتي. بتاخد بالظبط 11 ل 12 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن، بشغل الفرنة مروحة ومية ونار من فوق ونار من تحت، ولو ما عندكش مروحة يبقى نار من فوق ونار من تحت. بتاخد 11 ل 12 دقيقة وبيطلع تحفة. بصوا الجمال والدلال. اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لأمي وابي برحمة من قلبك، اشترك في القناة ما تبخلش علينا بلا